الله عز وجل أكرمنا بنعم عظيمة جدا. من نعم الله عز وجل أنه جل وعلا يتوب على من تاب. تصوروا لو أن العبد إذا أذنب حتى لو تاب ما يتوب الله عليه، كان ماذا يصنع بنفسه؟ بل وأكرم الله أمة محمد خاصة أن التوبة تكون ندم، التوبة ندم، إذا ندم على الذنب تاب الله بالندم. شوف التوبة ندم، وفي حديث إن التوبة ندم، فمتى ما تاب العبد وندم ماذا يحصل له؟ يتوب الله عليه ويفرح بتوبته ويحبه، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، ويبدل سيئاته حسنات. إيش النعمة هذه؟ مذنب مسرف يقبل الله توبته، يبسط الله يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، ويدعو له إلى باب التوبة المفتوح ما بين مصراعيك ما بين المشرق والمغرب، ويحبه ويفرح بتوبة عبده ويبدل سيئاته حسنات. فمن رحمة الله ونعم على العبادة أن السيئة تمحى بالحسنة. تصور لو أن السيئة بقيت وسمة عار على الإنسان حتى يدخل في جهنم، ما خلاص ما في مجال، نتورط المسلمون. لكن الله نعم عظيمة، فقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث عند الترمذي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه من رحمة الله من فضل الله عز وجل.